أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. نوابنا أمريكيون يدرسون تشريعا لتوسيع نطاق قانون قيصر وعرقلة تطبيع العلاقات مع أي سلطة سورية بقيادة بشار الأسد وفق موقع Voice of America. عضو الائتلاف الوطني السوري سلوى أكسوي تقول إن لبنان مستمر في عمليات ترحيل اللاجئين، معتبرة أن ما تقوم به السلطات اللبنانية عبر التواصل مع نظام الأسد لإعادة اللاجئين مخالف للقوانين والأعراف الدولية. فريق منسقو استجابة سوريا يقول إن الشمال السوري يعيش عجزا هائلا بتمويل الاستجابة الإنسانية في سوريا عام 2023 من خلال عدم تقديم المبالغ اللازمة لتمويل القطاعات الإنسانية بنسبة عجز وصلت ل 89%. اندلاع وحرائق في الأراضي الزراعية جراء قصف المدفعي من قوات سلطة الأسد على قرى وبلدات في ريفي إدلب وحماة وفق مراسل حلب اليوم. مديرية الصحة في مدينة عزاز شمالي حلب تدعو إلى إصدار ترخيص صحي لمنشآتها وتقول إن عدم التقيد بالأنظمة الصحية لسلامة المستهلك أدى لانتشار أمراض بينها الكوليرا والتيفويد. السويد تمنح الصحفي السوري عبد اللطيف حاج محمد لقب مواطن العام ضمن احتفالات المملكة في عيدها الوطني بذكراه 500.